نحييكم من جديد مشاهدينا، اغلقت اداره شؤون الانتخابات في الكويت باب الترشح لانتخابات مجلس الامه الجديده التي من المزمع عقدها في السابع والعشرين من الشهر الحالي. وشهد اليوم الاخير في استقبال طلبات المرشحين تقدم 52 مرشحا من بينهم مرشحتان، ليصبح بذلك اجمالي عدد المرشحين لانتخابات عام 2013 418 مرشحا من بينهم سبع مرشحات فقط. علما بأن القانون الكويتي يجيز للمرشح التنازل عن ترشحه ابتداء من اليوم وحتى قبل سبعة أيام من موعد إجراء الانتخابات